مساء الخير. الطقس الخمسين المغبر والمشوي يلي سيطر على لبنان امبارح الجمعة واليوم قبل الظهر رح يبلش يزيح تدريجيا عن منطقتنا ويحل محله طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة. هالشي بيعود سببه لنشاط البحر الأحمر بالإضافة إلى منخفض جوي مسيطر فوق الجزر اليونانية وآخر شرق تركيا رح بيعمل على طقس متقلب خلال الأيام الجاية. قبل ما ندخل بالنشرة أنا وياكم خلونا نشوف سوا شو سجلت الحرارات القصوى اليوم بلبنان ببعض المناطق بالإضافة إلى نسب الرطوبة واللي كانت متدنية جدا بسبب الرياح الخمسينية الجافة. منبلش على السواحل براس بيروت 30 درجة الحرارة 26% نسبة رطوبة، أما بصيدا 28 مقابل 24%، بعرجس شمال لبنان 300 متر ارتفاع 30 درجة الحرارة 25% رطوبة، أما بأميون بالشمال كمان 28 الحرارة و25% الرطوبة. ننتقل على المنطقة الوسطى، مثل ما شايفين عنا إهدن وبرقاشة قضاء بشري ارتفاع 1500 متر، بإهدن سجلت الحرارة 22 درجة مقابل 29% نسبة الرطوبة، أما ببرقاشة 21 مقابل 34، وبعجلتون الوسط الكسرواني 850 متر سجلت الحرارة 26 مقابل 26% رطوبة. منرجع لليلة ننتقل للبقاع، اليمونة 1400 متر ارتفاع 25 درجة حرارة 27% نسبة الرطوبة، زحلة 25 حرارة و27% نسبة الرطوبة. كيف رح بيكون الطقس الليلي؟ الطقس الليلي رح بيكون غائم اجمالا مع احتمال امطار متفرقة خاصة بالداخل، وهالامطار اكيد رح بتكون موحلة بفعل وجود غبار بالجو. الحرارة بتتراوح على السواحل بين ال 15 وال 14، 5 بالارز، اما بالداخل 12 بحزبية، 10 بزحلة و9 ببعلبك. طقس الغد رح بيكون مستقر إلى متقلب، يعني أحياناً رح بيكون في عنا طقس غائم جزئياً مع أمطار خاصة بالداخل، احتمال أمطار بالداخل. الحرارة بتتراوح ببيروت 22 و 22 بسور، 21 بطرابلس، 12 بالأرز، أما بالداخل 20 بحزبية، 18 بزحلة و 19 ببعلبك، ومثل ما شايفين عنا احتمال أمطار متفرقة ومحلية. تفاصيل طقس الغد، إذا بكرة بيكون غائم جزئياً أحياناً مع احتمال أمطار بالداخل، حرارة بين 15 و 22، أما الرياح بتكون جنوبية غربية ضعيفة السرعة، البحر متوسط الموج، حرارة الماء 18 درجة، والرطوبة بترتفع تتراوح بين 60 وال 20%. كيف رح بيكونوا الأيام الجاية؟ إذا طقس الغد غائم جزئياً أحياناً مع احتمال أمطار 15 ل 22، أما التنين الثلاثة والأربعة بيكون عندنا طقس متقلب أحياناً مع احتمال أمطار. نهار التنين احتمال أمطار بيكون بعد الظهر ببلش صافي بترجع بتكتر الغيوم خلال النهار، الحرارة بين 13 وال 21 عندنا انخفاض بدرجات الحرارة تتصير حول معدلاتها. أما بالنسبة لنهار الثلاثة في عندنا احتمال أكثر إنه نشوف أمطار متفرقة، الحرارة من 12 لل 20 درجة. نهار الأربعة بيكون غائم جزئياً صباحاً مع احتمال أمطار تيرجع يصفى تدريجياً مع تقدم الساعات، الحرارة بين 12 وال 20 درجة. هيدي كانت نشرة الليلة، أنا برجع بشوفكم الجمعة الجاية، بنرجع عند بسام وديما. شكراً لك جو على كل هالتفاصيل المتعلقة بالطقس.